اول حاجه هيكون معاك كميه الجلوكوز دي، هيكون معاك كميه الجلوكوز دي، بعدين هتبتدي ان انت تحط عليها 2 مللي بالظبط، 2 مللي استكانه هيدرايد مش 3 سكتين، ثم ده 2 مللي بالظبط. حاول تقلل كميه الاسيتيك او الهيدرايد على قد ما تقدر. بعدين هنحط عليهم نقطتين كونكستر فوليك اسيد، نقطتين بالظبط مش نزود خالص، نقطتين. تمام، بعد كده نقفل الانبوبه باي حاجه ونبتدي نحن نرك لمده 10 دقائق. تمام، بعد ما ردينا لمدة 10 دقايق هنشيل السدادة دي كده نضعها على بيكر أو فلاسكة فيها أكس. تمام، نبتدي نقلب وقت ما يحصل فرنتيش لازم نتكون معاها سكر. أهم حاجة في التجربة دي 2 مللي اسيتيك انهيدرايد ونقطتين سكر كامل، مش بندور على الكميات دي خالص. تمام، الكون عندي اهو تحت كتير اهو، حتى الكون على الجهاز بتاع الفلاسكا ده رسم كويس جدا. احنا هنسلمه، هو هنسلمه في البيكر تبعي. Gracias.